بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. انطلاقا من هذه الآية الكريمة، فإن كتائب بشائر النصر في القصير وريفها تزف إليكم خبر تنظيم مجموعاتها من جديد تحت القيادة العامة لكتائب الفاروق في سوريا التابعة لجبهة تحرير سوريا، وإنها قد عقدت العزم وحملت القلم مع السلاح للمتابعة في طريق سبيل عزة أمتها وكرامتها، وإننا بإذن الله تعالى موقنون بنصر الله وإن تأخر علينا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وأن رجالنا قد عقدوا صفقة مع من تربى صفقاته، فنسأل الله تعالى الثبات والسداد حتى يأتي الله بأمره، والله يقضي بالحق وهو أحكم الحاكمين. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. كتائب بشائر النصر، الشيخ صهيب أبو الغيداق، المجلس الاستشاري، المقدم الركن طالب الدايخ، أبو علي دواس، أبو أحمد جمعة، أبو صالح قرقوز، أبو جهاد عامر، سعد محب الدين، الكتائب المنضوية تحت لواء كتائب بشائر النصر، أبي الخباب، العاديات، القعقاع، الشيخ خالد البراك، المهاجرين، الأبابيل، الفرقان، علاء الزهوري، الحمزة أسد الله، الخياط، الشهيد ثائر، عبد الرحمن الحسين، غازي البرهوم، الغضب، جنود الرحمن، خالد عامر، عمر الدايخ، ذو الفقار، خالد بن الوليد، التوحيد، محمد بن عبد الله، الموت، ذي النورين. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. تكبير الله أكبر. قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد، قائدنا للأبد سيدنا محمد. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر.